غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي وعداك. ما تنساوش معناتها لايك فيديو يختكم رجوت، تخليو ليا بزاف 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 ديال لايك الا جات على خاطركم. ديما فيما كنبغي نصور لكم فيديو كنكون يلا فايقه من الناس، كيكون الصباح وعيني مبوقين لانني تنبقى سهرانه حتى جوج ونص ثلاثه، ما تنسخاش، نبقى نتفرج. معليش البنات، اليوم ان شاء الله غادي نجرب لكم واحد الحاجه، اول مره غادي نجربها وغنجربها قدامكم، واحد الصباغه على شكل كريم اللي سمعت بها بزاف وشريتها يا البنات. ها بلاتي باش نكونوا واضحين، راه ماشي اشهار، انا شريتها حتى الاخر عاد نقول لكم الا عجبتني نقول لكم السميه ديال الماركه. شريتها يا البنات، ها هي، شوفوا هي هذه، خديت هاد الصغيره، انا غادي نخلي لكم الثمن وكلشي حيت ما عقلتش، وخديت هاد البواطه الكبيره بالنسبه للنوتات اللي شارهم هكا طويل وقوي. قال لك سيدي هاد الصباغه بلا ما كتحتاجي، هادي كريم ماشي صباغه، كريم كديريه لشعرك وكيفت حالك، يعني كتخليها الليل كامل. انا البنات ما طقتش بزاف، قلت غادي نديرها بالنهار وخصمت، يعني بزاف ديال البنات هكا دايرين يوتيوب وداكشي، ولا حتى البنات اللي هكا شراوها في لاباج ديالهم كنقول لهم زعما ربطنا بها ما قلنا والو شنو شنو، مي انا ما طقتش البنات، يعني شعري ديجا خرجت عليا ما فيا لي زيد عاود نخرج عليه كثر. انا غادي نديرها دابا شي 12، غادي نديرها وغادي نبقى بها هكا شي 8 السوايع نشوف اللون واش غيخرج ليا ولا لا، وديك الساعه نغسلها. فها نتوما ها هي البواطه ديالها، هذه اللي شعرها قصير تاخذ غير هذه، والبنات راه ماشي اشاره شريه بفلوس يعافاكم. وكاينه هاد البواطه الكبيره، انا قلت ما ربما ما تقدنيش ولا شي حاجه، وصافي. ها نتوما يا البنات دايرين واحد اللعيبه هنا، زعما النتيجه المحصله عليها بعد وقبل، وزعما كيفيه الاستعمال، انك كديري يجب وضع الكريم قبل الاستحمام، يعني يكون الشعر ديالك ناشف تخلي ليله كامله، يجب غسل الشعر ويستحسن تجفيفه بمجفف الشعر لزياده درجه التفتيح، يمكن استخدامه مره ثانيه، يعني ما فيه حتى شي ضرر، بامكانك انك تستعمليه جوج مرات، ضروري ترتادي قفازات. حنا غادي نجربو، زعما تيعطيك اللون على حسب شعرك، الا كان شعرك كحل راه كيخرج اللون يعني واحد القهيوي، الا كان شعرك عسلي كيخرج لك واحد العسلي برد منه زعما. المهم انا ما كنعرفش نشرح. وكاين هاد البواطه هادي ما دايرينش فيها بحال هكا، ها نتوما بواطه، انا غادي نوريها لكم وغادي نصبغ قدامكم يا اختي، الله يستر وصافي. هذا كما قلت لكم البنات على شكل كريم، بعدا غنبغي نشرح عندهم زوين، هذا على شكل كريم، ديروا لكم بعدا في هاد الميكا باش ما يتهرقش. هذه البنات على شكل كريم، ها هي كريم شوفو اقلي كتبينها هنايا، المهم هي كتبان في لاباج ديالهم انه واحد الكريم مفتح على شكل صباغه، كريم مفتح ما كتبانش هنا، المهم كتبان هنايا باللونغلي دايرين لايتنينغ كريم، زعما راه كريم اكليرسيسونت على ما عرفت نكذب. هانتوما هاد البواطه، ما عرفتش غادي نخوي هادي، الا كانت ناقصاني غادي نزيد من هادي. شنو غتحتاجو؟ ليكات ضروري ضروري، قالك ديرو ليكات، وخا زعما هي على شكل كرا خصنا نديرو ليكات، ما عندناش، و بانسو باش نطبقو صباغ، وشي طاسه هكا ماما اللي شافتها تكحل بالعمى، وصافي. غادي نشوف الشكل ديالها كيفاش كتجي، حمقتني القريعه، غادي نخويها هنا نشوف. شوفو البنات على شكل كريم، متيبانش اصلا، كيبانش على شكل كريم. هانتوما يا البنات كيما قلت لكم مخلطه كتجي من عند الله، الريحه ديالها عاديه، شم واحد ريحه الكريم مع شويه ديال داك الاكسيدون. المهم ديك الساعه كانت ناقصاني غادي نزيد، صراحه ما تنحملش ما بقيتش نحمل نصبغ شعري بوحدي، ما بغيت ندير هاد الفيديو اصلا شحال نصبغ شعري، وما عرفتش هاد الصباغ واش تخرج ليا على شعري ولا لا، حيت انا اصلا ما بقيتش باغا نصبغ شعري، ومع ذلك اللي فيا ما مهنيني، قلنا هادي مربوطه ما تكون ما تاثرش بزاف، وقال لك ديروا بابي المنيوم، واقيلا قريت عليكم عرفت. المهم درنا هما في واحد لا فيديو في لاباج ديالهم انكم ديروا بابي المنيوم، اصلا معروف بابي المنيوم كتزيدي كيدير لكم اللون داغي. وغادي نحتاجو شي حاجه نطرقو بها، هاد الكاش مايو هذا ما بقيتش كنلبسو ولا شي حاجه، ها هو غادي نحاول انني، وخا تنظن ان ما عرف واش تطلق ولا ما تطلقش، الله اعلم. ما غنوريكم لا طريقه صباغ لا والو، غادي نصبغ هادي.
صحباتي الغزالات، راكم عارفين ما كنجيش بيدي خاويين، غادي نعاود نهضر لكم على الخدمه ديال اوريفلام بالنسبه للبنوتات اللي بغاو يخدموا من دارهم. ما كاين لا شاف واقف عليك، ما كاين حتى شي واحد كيغوت عليك، تخدمي تخلصي ولي عندك سالير ديالك وغير من الدار وفقط بالتليفون وكونيكسيون، سواء كنتي كتقري او لا خدامه. شفتوا اللي خدامين ما يمكنش تبقي تقولي لراسك عطيني، راه ضروري غتبغي شي حوايج، ضروري غتبغي تشري وليداتك، ضروري غتشهي تصايبي شي صالون. خدامه كتقراي ما عندكش، عندك اي وحده فيكم غادي تصلح لها الخدمه ديال اوريفلام. بالنسبه للبنات اللي كيبقاو يقولوا لا راه ما فيهاش، راه ما فيهاش، راه فيها يا البنات الفلوس. راكم تعرفوا الفلوس اللي في اوريفلام، وحنا تبارك الله واحد الفريق اللي كفء تبارك الله، كنا كنشرحوا لكم، كنتهلاو فيكم، كنبقاو معاكم وكنمشي معاكم درجه بدرجه حتى كتوصلوا لداك الشيء اللي بغيتو. كاع هاد البنات اللي معايا في الفريق كلهم تبارك الله كل وحده فين واصله، وكاينه وحده كما قلت لكم اللي عندها وليداتها ومع ذلك خدامه وكتدمر على راسها. كما قلت لكم راه اوريفلام البنات فرصه ديال العمل اللي زوينه بزاف، سهله، مهله، كتخدمي بالتليفون وكتبغي الخدمه، ماشي تاع مهره، كتبغي انك تخدمي كل نهار، ماشي تجلسي وغادي تخلصي، لا كتبغي الخدمه ديال بصح. فغادي نخلي لكم النمره ديال رحمه، وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالها، سيروا قول لها جيتو من طرف رجوة، صوروا لها لاكارت ناسيونال، راه في امان الله، لاكارت ناسيونال صوروه من اللور ومن القدام، راه في امان الله يا البنات، وحفظي ما تخافوا من حتى شي حاجه، والله يسهل على الجميع. كما قلت لكم البنات راه اوريفلام فرصه ديال العمل اللي زوينه بزاف بزاف، راه كما قلت لكم تتقراي ما تتقرايش، خدامه وباغا تزيدي، راه ما كاينش شي واحد كرا الزياده. انا براسي دايره يوتيوب ومع ذلك طامعه في كثر في كثر، لاني باغي نوصل بزاف ديال الحوايج. تقدري تشري الدار، تسافري، تولي ديري سفريات في دبي ان شاء الله، راه ما كتوصلي لواحد النقط، راه كنخدم عليهم باش كتمشي دبي تركيا، كيديروا سفريات واعرين وعاد الخدمه يا البنات زوينه مع البنات. والفلوس الفلوس الفلوس، كتاخذي برودويات ب 30% ناقصين، تقدري دوزي لي كوموند ديالك لي كادو واعرين. فالبنات غادي نخليكم الانستغرام والنمره، وسيروا الله يسهل على الجميع. كيما بزاف ديال البنات كنت شحال هادي دخلتهم الاوريفلام وداكشي، وتبارك الله راه وصلوا بزاف، زعما بزاف وصلوا لواحد البلايص لي عاليين، وديما كيقولوا عليا في الانستغرام والله يسهل على الجميع. ويراهم كملوا فيديو. والبنات غادي نعاود نقول لكم انا راه دابا مثلا نوريكم لا طريقه الصباغه لا شي حاجه، غير كنصبغ عشوائيا الشنطه، باغي غير نسالي كما شفتوا. عرفتوا مليت انني نبقى نصوب نصبغ راسي، احسن حاجه انك تمشي عند الكوافيره كتعطي 30 درهم ولا 50 درهم كل واحد بشحال كتصبغ، وكتهناي وكتصبغ لك مزيان، احسن من تصدع الراس. والله العظيم يا بنات فيها تماره وحق الله، والبنات اللي هكا كيعجبهم يصبغوا ما عندهمش مشكل يصبغوا في الدار. انا وليت كنفضل زعما بكثرت ما صبغت في الدار، وليت كنفضل نمشي عند كوافيره حتى تصايب ديال الشعر تنصايبو بزز، تيطلع لي الدم بعد المرات كنمشي للصالون. صافي البنات غادي نديرو بابي الومنيوم هكا باش تطلق لينا اكثر. شوفوا يا بنات هاد الصباغه هادي راه كتخرج لكم على حسب اللون ديال شعركم، على سواء كان شعرك كحل تقدري ديريها وكتخليها تباتي بها، وغادي يعطيك واحد الاسلي، وبقي كل مره ديريها حتى كتفتح لك شعرك. هادي بس تحتاجي لا تسحبي اللون لا شي حاجه. كما قلت لكم صافي غزالات، رجعت لكم كما شفتوا، هذا هو اللي خرج ليا، ما نكذبش عليكم، غادي نجيكم الصراحه. اول حاجه صباغه ما حرشتش ليا نهائيا شعري، فاش كنت كنغسل شعري حسيت به رطب وما تبدلت فيه حتى شي حاجه. ثاني حاجه انها كلاتني شويه بحال اي صباغه عادي، ماشي حاجه لي غاف بزاف. والحاجه اللي عجبتني بزاف ان لي غاستين يا البنات، نزيد لكم شويه في الاضاءه اصلا زايده فا، انا لي غاستين يا البنات خرجوا واعرين. يعني انا علاش خرج ليا هاد الديكرادي ديال اللون، حقاش انا راكم عارفين لي ماش باقي لاصق ليا هنايا، يعني مازال ما حيدوش، ديما كيخرج ليا اللون فونسي هنا وهنا كيخرج لي واحد اللون شكل. تخيلوا يا البنات حمقني اللون اللي خرج هنايا، شوفوا شوفوا، عرفتوا واحد اللون ناتشورال. اي وحده فيكم صراحه بغات تصبغ شعرها يا البنات زعما نصحها في هاد الصباغه هادي. ما عرفتش واش نخلي لكم الانستغرام ديالهم ولا لا، حيت الا خليت الانستغرام غادي تقولوا لي اشاره ولا ما تاشاره، وانا يا البنات راه شاريها بفلوسي. المهم الا بغيتو نخلي لكم الانستغرام ديالهم قولوها لي في لي كومونتير. المهم هي الصباغه سميتها سكوفا، عندهم لاباج ديالهم وداكشي. انا راه كيما قلت لكم اخواتي شريتها بفلوسي. قولي يا البنات كيفاش جاني اللون، واش تبدلت ولا لا؟ انا صراحه عجبني بزاف، واخا عندي بزاف ما عندي ديغرادي ديال الالوان، عندي بزاف ديال الالوان حيت كنت صبغت بالاكاجو، وديك الاكاجو ما كيبغيش نهائيا نحيد. المهم البنات نتوما قولوا لي كيفاش جاني، واش زوين ولا لا. وانا الحاجه اللي حمقتني هو هذا اللون اللي هنايا البنات، ها هو اللون اللي خرج في الجدوره، عرفتوا خرج واحد اللون طبيعي واعر، مازال راه ما كيبانش، عرفتش كيفاش ندير نوريه لكم، ها هو شفتوا واحد اللون طبيعي واعر 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 بزاف. وصافي يا البنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كما قلت لكم الا بغيتو نخليكم الانستغرام قولوا لي في لي كومونتير. هانتوما شعري تبارك الله طوال وقوه تبارك الله، الا بغيتو نشارك معكم الروتين ديال شعري قولوها لي. وصافي يا البنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش انكم تمشيو عند البنوته رحمه وتقولوا لها جينا من طرف رجوه باش تخدموا ان شاء الله على راسكم، والله يسهل الجميع. بالسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.